يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا في أولى فقراتنا لهذا الصباح. تسعى المؤسسات بمختلف أنواعها الحكومية والخاصة إلى تبني وتعزيز روح الانتماء الوظيفي لدى العاملين فيها لينعكس إيجابا على نوع وحجم الأداء والإنجاز داخل المؤسسة. فكيف يمكن للإدارة تعزيز هذا الانتماء لدى موظفيها؟ أسئلة كثيرة سنجيب عليها مع الدكتورة حكمة بسيسو أخصائية تنمية بشرية. يسعد صباحك. صباح الورد. نهاركم سعيد. تمام الحمد لله. دكتورة بالبداية خلينا نعرف شو هو الانتماء الوظيفي. صباح الخير للجميع. طبعا الانتماء الوظيفي هو بالدرجة الأولى أنه الموظف يكون بالنسبة له هذه المؤسسة اللي هو بيشتغل فيها هي وجوده، هي كيانه، هي مستقبله، هو حاضره، هو ماضي، وبيتفانى فيها وبيقدم كتير جهود نوعية مش بس فقط المطلوب منه. فمقياس الانتماء هو الأكثر من المطلوب منه، هو الأكثر من الواجبات المناطة عليه. نعم، أهمية هذا الانتماء وتعزيزه من قبل الإدارة لدى الموظفين لدى هذه المؤسسة. يعني بكل نظم الإدارة بالعالم في اللي هي تحديد المهام لكل موظف. في الوقت اللي أي موظف بيتحدد وبتحجم بمكان معين وبوضع معين، طاقة الإنسان هائلة وطاقته جبارة. إذا بتم ضبطها وبتم اختزالها فقط في قدرات معينة وإهمال قدرات أخرى، هذا بصفي أنه بنتحول إحنا لآلات كبشر. فأهمية الانتماء أنه كل إنسان يفجر هاي الطاقات ويطلق العنان لهاي الطاقات إنها هي تقدر تعطي هاي المكان اللي بيشتغل فيه، إنها تعمل تطور من عجلة التنمية. فبالتالي كل الإدارات في العالم تفشل في أن تحدد ما هي القدرات وما هي الطاقات المتوفرة والممكنة عند كل إنسان. تحديد هاي القدرات بده دراسات هائلة جدا، وبالتالي فتح المساحات لهاي القدرات هو اللي بيخلي فيه انتماء، هو اللي بيخلي فيه تنمية هائلة، وبيخلي فيه الطاقات البشرية كلها عم تكون في خدمة وتطوير الواجب اللي مطلوب من هاي المؤسسة. نعم، تحدثتي انه صعب او معظم الشركات بتصعب عليها انها تحدد طاقات هاي الموظفين لدى هاي المؤسسة، فكيف ممكن انه هاي المؤسسة تقدر تحدد انه هاي الطاقات موجودة لدى موظفيها، فبالتالي هي ما بتحدد أو ما بتحجم خلينا نحكي المهام لموظفيها، فبالتالي تطلق لهم العنان بأنهم هم ينطلقوا بقدراتهم وبإنجازاتهم. كيف ممكن للإدارة أنها توصل لهذه المرحلة؟ يعني كل إدارة مهم أنه يكون عندها كم هائل من المعلومات عن موظفيها، هي تعرف عن ماضيهم في التدريبات، ماضيهم في المهارات، ماضيهم في الخبرات. هذا أحيانا بكون أشياء موجودة بالسيرة الذاتية وأشياء كتير بتكون مش موجودة بالسيرة الذاتية، ولكن هي قدرات بشرية يمكن استخدامها ويمكن استغلالها وتطويرها واستثمارها داخل المؤسسات اللي هم بيشتغلوا فيها. قاعدة البيانات هي رقم واحد. رقم اثنين هي فتح مساحة التجريب والتغيير. يعني في بعض المناهج الإدارية اللي بتخلي بعض الأيام بعض الموظفين، مثلا موظفي العلاقات العامة، يدخلوا على مكاتب الحسابات مثلا ويبدوا يجربوا انهم يتعلموا ويجربوا يقوموا ببعض المهام. بعض الموظفين الإداريين يبدوا يجربوا الإدارات الميدانية ويبدوا يطلعوا ميداني ويجربوا. فهذا الكم من التجريب بيفتح كتير مساحات لانهم يطلعوا بعض القدرات الكامنة وتظهر بعض المهارات. ودايما كان للناس اللي بدأت تجرب في هذا النهج كان في دايما مفاجآت، لانه حتى الإنسان احيانا هو ذات نفسه ما بيكون مكتشف بعض الاشياء اللي هو يتقنها او ينسجم معها او بتطلع معه كتير افكار جيده لحل مشكلات ممكن المؤسسه هي عالقه فيها من وقت طويل. نعم دكتوره حكمت، يعني بيجي هون سؤال انه هل الانتماء الوظيفي بيكون موجود عند الانسان او الموظف في البدايه بشكل طبيعي ولا بيتنمى معه خلال هاي الوظيفه، ومش شرط يكون وين ما يروح، يعني مش شرط يرافقه في أي وظيفة بيروح عليها. يعني أصل الإنسان جيد، الفطرة الإنسان هي سليمة، وبتحصل بعض التشوهات عبر بعض التجارب السلبية، عبر بعض التفسيرات والمعتقدات السلبية تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين وتجاه بيئة العمل نفسها. اللي بيحصل إنه المعظم بيكون داخل بنية طيبة وداخل بهمة جيدة، وفي قلق، في توتر، قديش بيصير في احتواء وقديش بيصير في فتح مساحات. وطبعا إحنا عنا تحدي الموظف الجديد، موظف الجديد بواجه كتير صعوبات وتحديات لدخوله على مكان موجود فيه ناس إلها سنوات طويلة. صحيح، بده ينخرط مع الموظفين. صحيح، في دور كتير يثبت وجوده في هذا
طبعاً المكان. وفي دور كتير على المؤسسة أنها تهيئ بيئة سليمة لاحتوائه واستيعابه وانخراطه بكل مساقات العمل. الإشي اللي دايماً بيصير أحياناً مش دايماً أنه بيصير في إشكالات داخل المؤسسة بتأثر كتير على الانتماء للموظفين. كمان بدي أحكي أنه الانتماء هو تربية، يعني الانتماء هو مش فقط لمكان العمل، الانتماء هو عبر التربية بيجي انتماء للمدرسة، انتماء للشارع، انتماء للبيت. صحيح. اللي هي أنه يكون الإنسان يمارس جودة عالية من أدائه في كل مكان هو بتواجد. نكمل حوارنا مع الدكتورة حكمة بسيسو، أخصائية تنمية بشرية، للحديث عن موضوع كيفية تعزيز الإدارة للانتماء الوظيفي لدى موظفينها. نرجع لك يا دكتورة حكمة، كنا نتحدث عن أنواع الانتماء الوظيفي، أنواع الانتماء عفوا، منها الوظيفي ومنها انتماء للوطن، انتماء للمدرسة زي ما تحدثنا، بتكون موجودة عند الشخص من تربيته. صحيح؟ صحيح. خلينا نكمل في هذا الموضوع. يعني هي تربية المسؤولية، أنه يتحمل الإنسان مسؤولية كل مكان هو موجود فيه، يكون فيه له دور فاعل، يكون فيه له تفاعل إيجابي، يكون فيه عم بفكر لصالح هذا المكان. كل مكان إحنا بنروح إحنا بناخد منه، فالتربية الأصل أن تدرب الإنسان على أنه يعطي. كمان إذا رحنا على حديقة ننظف مع مكاننا وننظف نضيف شيء إلها، في المدرسة، في البيت، في الشارع، فالمشاركة وتحمل المسؤولية هي اللي بتطور عملية الانتماء لأي مكان. لما بروح الإنسان على المؤسسة وبيبدأ شغله الجديد وهو جاي أصلا هو عنده انتماء، هو صحيح. مهذب ومربى سواء رجل أو مرأة على هذا النهج، بيبدأ هو يتفاعل وبيبدأ يكون هو بهويته بطبيعته. أحيانا المؤسسة تقدر جدا هذا الشيء وبتقيمه بشكل يتلائم مع مستوى الجهد اللي بقدمه هذا الشخص المسؤول، وأحيانا المؤسسة لا تنتبه لقيمة وجودة. صحيح. هذا العطاء. في هاي الحالة ممكن تتراجع خلينا نحكي القيم اللي عند هذا الموظف، إنه الانتماء لهذه الوظيفة ممكن يتراجع أو إنه يختفي خلينا نحكي، ولا مش شرط؟ هي بتؤثر على نظرة الإنسان لهاي القيمة. يعني هي الأصل إنها قيمة إيجابية، قيمة كثير نوعية، وقيمة إنسانية تنموية. نظرته إلها بتصير إنه هو معاقب إنه هو اكتسب هاي القدرة، هاي القيمة الموجودة في شخصيته. لما بيصير ينظر إنه هو هاي نظرة سلبية لشيء إيجابي، بيصير شوية تراجع عنده بهاي المهام، وبصير شعور بالأسى والحزن والألم أحياناً إنه صحيح. هو عم يستغل وعم يستنزف بشكل غير مقدر من هاي المؤسسة. صحيح. فيما يتعلق بالراتب، هل انه اذا كان الراتب مرتفع او يعني خلينا نحكي كان في حوافز مادية عالية للموظف بيصير عنده انتماء، ولا مش ولا ما لها علاقة؟ موجود علاقة، ولكن العلاقة نسبية. يعني كل جهد مطلوب يعني مكافأة هذا الإنسان، والعلاقة بين المؤسسات والأفراد موجود فيها نظام مالي وموجود فيها رواتب. الأصل أنه يصير في تحفيزات مالية، بس التحفيزات المعنوية هي كتير أهم، وكتير ناس نعرض عليها وظائف برواتب أعلى من رواتبها رفضت أنها تنتقل. صحيح. من مكان هي بتلاقي حالها فيه، بتلاقي مكانها، بتلاقي احترامها، تفتح في هذا الجو، بتلاقي أو وجودها، عم تطور، عم تتعلم أشياء جديدة. فما في ناس ضحت بالراتب في سبيل إنها عم تاخد دورات في هذا الشغل وعم تتعلم، عم تكتسب خبرات في سبيل إنه إلها مكانة، في سبيل إنه هي مش محاصرة بالدقيقة أو بالثانية أو بالزمن. الزمن بالنسبة إلها مفتوح، وقت ما بتقدر إنه هي تطول بالشغل وتعطي وتعمل وتسوي إنه بتقدر. فبالتالي في كتير امتيازات ممكن الإدارات تعطيها للموظفين بحيث تهيئ بيئة عمل منتجة لواقع واقعهم الفكري والذهني والإبداعي. نعم. فيما يتعلق في بيئة العمل اللي هي كتير مهمة بالنسبة للموظفين، إنها تكون مريحة ويعني تكون خلينا نحكي إيجابية بين الموظفين وبين الإدارة، خلينا نحكي عن تجربة واقعية مثلا كشركة جوجل العالمية. يعني أنا ممكن قرأت عنها وشفت فيديوهات كتيرة، هاي الشركة مهيئة بيئة عمل خلينا نحكي ضخمة لموظفينها، نوعية يعني موفرة. صحيح. موفرة جيم للرياضة، موفرة خلينا نحكي مطاعم، موفرة أماكن للراحة، يعني كتير أشياء ترفيهية ويعني مريحة للموظفين، لحتى يكونوا هذول الموظفين عندهم انتماء لهذه الوظيفة وحابين إنهم يضلوا فيها لساعات طويلة، لدرجة إنهم ما بحبوا
بيحبوا يروحوا على بيوتهم، بيحبوا يضلهم في الشغل، نتيجة لأنه وجود يعني هاي البيئة الحاضنة لهدول الموظفين بشكل جميل. قد ايه مهم تكون هاي البيئة يعني خلينا نحكي إيجابية؟ يعني شركة جوجل صممت هاي المنظومة الإدارية الحديثة جدا بناء على خبراء في علم النفس وعلم الاجتماع، وكمان خبراء في علم العقل. فالعقل يعمل كلما زاد التمتع، فالأشياء اللي إحنا بنحبها إحنا كتير بنبدع فيها، وإحنا كتير بنتقنها، وإحنا كتير بنصير نبحث على حلول للمشكلات اللي بتواجهنا وإحنا بننفذها أكتر كتير من الأشياء اللي إحنا مفروض علينا أنه إحنا نعملها. فبيئة الشركة بهاي الطريقة هي هيئت بيئة أول شيء التمتع، أنه الإنسان يتمتع فيسترخي فيرتاح فيعمل العقل بكفاءة عالية. الشيء الآخر هي المحفزات الشخصية، أني أنا كشخص بحب الزراعة، أوير الزراعة فتحوا مساحة لكل موظف إيش بحب يحط في مكتبه، مش الستاندر جاف وميت للشركة، كل المكاتب زي بعض، كل الغرف زي بعض، لا شطبوا موضوع الستاندر هذا وخلوا انه كل شخص بيهيئ بيئته المكتبية زي ما هو بده، بيختار المكتب اللي هو بده اياه، بيصمم الالوان وبيشرف على تصميم الديكور لمكتبه. هاي اللي عززت عند كل موظف انه يملك هذا المكان، انه هذا المكان كأنه بيته، اشرف على كل خطوة فيه وحط فيه هويته. حدا بحب الرسم، حدا بحب بعض الألعاب اشتروا له إياها وحطوا له إياها، حدا بحب الزراعة كان مشتل اتحول المكتب. ما كان في حساسية عند الإدارة إنه إحنا الشكل لازم يكون متناسق، كان بالنسبة لهم أهم شيء الأداء وراحة الموظف والأداء أن يكون في أعلى معدلات. وطبعا النتاج واضح إنه كل يوم جوجل بتفاجئنا بمنتجات جديدة وبإبداعات جديدة وبأفكار جديدة وبأبليكيشن وبتحالفات جديدة مع شركات كبرى أخرى. هون نقدر نقيس نجاح المؤسسة. فكيف ممكن إنه هذا الانتماء يكون سبب في نجاح هاي المؤسسة، سواء إيش بتكون هاي المؤسسة، خاصة أو حكومية؟ يعني إحنا في فلسطين إذا بدنا نكون واقعيين شوي، تطبيق تجربة جوجل هو كتير صعب وكتير معقد الموضوع، بده إمكانيات هائلة أول شيء، وبده إرادة عليا، وبده إنه نكون جريئين نخرج عن الروتين. الشيء اللي إحنا المرحلة الأولى اللي لازم إحنا ندخلها هي أنسنة المؤسسات، إنه إحنا نكون نتعامل مع الناس على إنها بشر عندها ظروف خاصة، عندها قدرات خاصة، عندها حواجز نفسية تجاه بعض الموضوعات، عندها حواجز اجتماعية تجاه بعض الموضوعات. أن نكون حساسين أكثر للظروف الخاصة اللي إحنا بنعيشها، حساسين أكثر للأوضاع اللي بيعيشها كل إنسان حسب تجربته. هذه الحساسية والأنسنة ونكون في بيئة فيها مودة وفيها أكثر نحكي فريق إنساني أكثر منه فريق مهني، إحنا رح يكون معدلات الإنتاج بتختلف تماما عن معدلات الإنتاج بالوقت الحالي. ولكن في اللحظة اللي إحنا دخلنا على المدارس الإدارية اللي بتنظر للإنسان إنه آلة وبده يجي 8، بده يذلل كل العقبات في حياته عشان 8 يبصم وعشان 3 يروح، وحتى لو في ناس بتستنى وناس عالقة وناس عندها مشكلة بحاجة لورق ينمضى أو ورق يتجهز، أنا على 3 خلص دوامي وما بقدر أخلص، أو على 4 بعض المؤسسات. فبالتالي إحنا حولنا شطبنا الجانب الإنساني بشكل أو بآخر، وحولنا الناس لآلات تقدر تدخل في هاي الماكينة وتقدر إنها تكون تعطي الوظيفة بمقدار ما تسمح فيه الوظيفة من اعتراف بإنسانيتهم واعتراف بظروفهم واعتراف كمان باختلاف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللي احنا بنمر فيها. صحيح، بس احنا في مرات عندنا الناس بتحكي انه اذا كان هذا الشخص المسؤول او الاداري او المدير كان متساهل جدا مع الموظفين، فالموظف خلينا نحكي يعني بيستغل هذا الطيبة او يعني انه كان كتير منيح معهم فبيستغلوه بطرق سلبية. كيف ممكن يعني نتطرق لهي النقطة؟ يعني هو موضوع شائع كتير هذا الحكي فيه، انه احنا معنا فصل ما بين التسيب والتساهل والإهمال، وما
عندنا فصل ما بين الإدارة الإنسانية، الإدارة اللي فيها حزم وفيها كمان إنسانية، إني أنا بديها بالنهاية بدي هذا الموظف يعمل أجود ما لديه بكفاءة عالية، مش بالأوامر وبالسخط وبالأجواء المتشددة والمتصلبة. صحيح. ومش كمان بنظام الدلع والتسيب وإهمال الأهداف والأدوار. موجود في نظام يعتمد على تقدير الظروف الإنسانية لكل حدا، تشكيل شبكة إنسانية بين الموظفين بينهم بين بعض أنه يكملوا بعضهم البعض. موجود في قائمة مهام يجب أن تنجز بصورة يختارها الموظف، مش بصورة تختارها الإدارة. صحيح. فالإدارة يجب أن تركز على الهدف، والطريقة يجب أن يتحكم فيها ويديرها ويصممها المنفذ نفسه، الموظف نفسه. أما أن نحول الناس لأنهم ينفذوا أهدافنا بطريقتنا كإداريين، هون إحنا مش عم ننجز بالشكل الصح. صحيح. هون بيجي أهمية وجود أهداف مشتركة بين الموظفين طبعاً. والإداريين، أنه يكون في هدف موحد بينهم أو مشترك، لحتى يكون الموظف عم بيعمل مجهوده أو ببذل مجهود ليوصل لهذا الهدف، بنفس الوقت هو بيكون هدف هاي المؤسسة. صحيح. هو كل هدف هو جزء من الهدف الإنساني العالمي، وهو هدف من الهدف جزء من الهدف الوطني. فكل حد ممكن بفوت في مكان، في مشروع، في إشي، إذا بيشعر نفسه إنه عم بيقوم بدور وطني حتى لو المدة قصيرة اللي هو بيشتغل فيها، هو بيقدر ينجز بكفاءة عالية. نعم. وبيقدر يحس حاله إنه ضمن شبكة العمل الوطنية العامة اللي هو عم بيحقق بعض الإنجازات فيها. إذا بيشعر حاله إنه هو فقط على قد الهدف هذا الموجود في داخل هاي المؤسسة، غير مرتبط بالهدف الوطني العام، بصفي إنه هو بيحس حاله إنه في صحراء بيشتغل لحاله. وهذا الإنجاز مهم جدا أنه يشعر أنه كمان عم ينعكس عليه. كل ما تحققت أهداف أي مؤسسة يجب أن تراعي أنه هل شعر كل الموظفين بأنه كمان هم ارتفعوا؟ نعم. هل هم صعدوا؟ هل تم الاحتفال بإنجازهم؟ هل تم التعريف بقدراتهم؟ هل كوفئوا بمثلا هدية؟ كوفئوا باحتفال؟ كوفئوا بزيادة على الراتب؟ كوفئوا بالاعتراف والتقدير والاحترام؟ ففي كتير أنماط، وفي رحلات، في تفريغ نفسي، في إجازات، في كتير أشياء. يعني ممكن هاي الأنماط ممكن تستغلها الإدارة في تعزيز انتماء الموظفين. طبعا أن يشعر أنه كل جهد في مقابل وأشياء. كلمة شكرا لموظف تعني كتير إشي، كلمة وجودك معنا، وجودك معنا بيعني إشي كتير، وجودك معنا كان هو سبب نجاحنا، هذا بيعني إشي كتير. فأحيانا كلمة، إطراء، بطاقة، رسالة، مش كل إشي هي الفلوس. صحيح. أبدا، إحنا بشر وإحنا حساسين كتير، وإحنا كمان في بيئة بدها الكثير من الدعم. يعني إذا في التطبيقات الإدارية بالعالم الآخر هي بتقول اعمل شكرا مرة، إحنا في فلسطين لازم نقول شكرا 100 مرة. صحيح. لأنه عنا شح هائل بالمودة، وعنا شح هائل بالاعتراف بقدراتنا وبوجودنا وبطاقاتنا الهائلة. صح. أهمية الانتماء الوظيفي دكتورة حكمة يعني يكمن لما بتكون المؤسسة مثلا وقعت في خلينا ضائقة مادية أو مشكلة، خلينا نحكي داخل هاي المؤسسة، هون بتكون أهمية لوجود الانتماء الوظيفي أكثر من الأيام العادية أو الأيام اللي كانت الأمور فيها تمام. خلينا نحكي عن هاي النقطة بالذات. يعني لا يوجد بني آدم على وجه الأرض يتخلى عن بيته. فالوقت اللي بتقدر الإدارة الناجحة تحول هذا المكان لإحساس عند الناس إنه هذا بيتهم. إحنا على فكرة إحنا بنشوف زملائنا بالعمل أكثر من نشوف أهلنا. صحيح. بنقعد في ساعات العمل بتركيز هائل في أماكن العمل أكثر ما بنقعد في بيوتنا. فإذا تحولت لشعور إنه هذا بيتي وبدي أحميه بكل الطرق، ووجوده مرتبط بوجودي، نجاحه مرتبط بنجاحي، تألقه وتميزه وتحقيقه للأهداف مرتبط بتحقيقي أنا للأهداف، كل ما كبر هذا المكان أنا كإنسان بكبر، هذا بصفي أنه لن يتخلى الأفراد عن أماكن عملهم وسيستميتوا في الدفاع عنها، سواء بتعرضوا لضائقة مالية أو بتعرضوا لأزمات معينة أو لحوادث معينة. نعم. وبالتالي البناء الإنساني داخل المؤسسات هو المدرسة القادمة اللي لازم كل مؤسسة تشتغل عليها، ولازم الفرق تتحالف لأجل أنها تطور حالها، والصمود الإنساني يكون، والعلاقات الإنسانية تكون فيها. نعم. في أبهى صورة.
تحب تضيفي شيء بالختام قبل ما ننهي هاي الفقرة؟ يعني أنا بتأمل إنه إحنا نتعاطف مع بعضنا البعض كناس بتشتغل مع بعض، لأنه كل حد الصبح بيروح بيسلم نفسه لهاي المكان، لهذا المكان العمل، لهاي المؤسسة، ولكن هو نفسه وروحه وقلبه معلق بكتير إشكالات وكتير ألم، وألمنا الوطني كتير صعب وكتير متشارك وكتير متشعب ومتشابك فيما بيننا. فيجب أن نتعاطف مع بعضنا البعض ونقدر ظروف بعضنا البعض، ويصير يعني في هذا السياق نتسابق لك عشان ننجز أكثر، وعشان نقدر نقدم للمجتمع شكل نوعي ونموذجي من أشكال التفاعل المهني الإنساني. نعم، شكرا لك دكتورة حكمة بسيس أخصائية تنمية بشرية على هاي المعلومات. نتمنى يكونوا كل الإداريين والموظفين استفادوا من هاي المعلومات. شكرا لكم، نهاركم سعيد. ننتقل لفصل قصير ومكملين معكم، ابقوا معنا.